تمرد في مناطق التمرد، وكان النتيجة لذلك هو خلق إنشاء الدعم السريع. لكن إنشاء الدعم السريع تعدى الصلاحيات بتاعته إلى صلاحيات أخرى، وتلقى ميزات اقتصادية ما بالضروري هي يعني خاضعة للقوانين واللوائح السودانية، فبالتالي نما فوق ما هو المطلوب. لكن في النهاية نحن الحرب حينتهي، وهي حرب حينتهي، وهي حرب منتهي على طاولة التفاوض. ونحن نتكلم عن التفاوض في السودان، لا نتكلم عن تفاوض بقاء الجيوش أو تقنين الجيوش، نتكلم عن تفاوض يفضي إلى احترام المؤسسات الوطنية، ويفضي إلى بناء جيش واحد سوداني موحد يحترم التعدد السوداني. الدول الأجنبية وأي حرب، أي روسيا مثلا، هو بدون ما نادي دول باسمها، أي حرب يحصل في أي دولة من الدول لا بد أن يكون هنا عندها أبعاد خارجية. دي يعني لا تقدر تستطيع أن تتفادى ذلك، وهنالك الأطماع هذه الدول ممكن أن تستغلها في أي وقت من الأوقات في أي حرب داخلي في دولة معينة. ده طبيعي في الوضع الراهن. سماني عبد الله، الحاكم نيوز. هنالك تقديرات تشير الى ان الخسائر غدرت بحوالي 15 مليار دولار، وغدا ان شاء الله هيكون في مؤتمر للمانحين. كيف تنظرون وكيف تعولون على هذا المؤتمر لاعمار السودان ولاعمار ما دمرته الحرب التي استمرت 60 يوما؟ لا انا ما عندي فكره في كيفيه معيار التقديرات هذه، لكن ما حصل في السودان من كل النواحي هو يعني شيء كارثي، والمعيار لا يقدر بهذه يقدر ببلايين البلايين. فيها بشر، لا تنسى انه هنالك بشر ماتوا ولا زالوا يموتون في هذا الحرب، فده ما عنده تقديرات معينه. اما التقديرات الانسانيه للمؤتمر، مؤتمر غدا، فنحن كلنا ننظر نشوف ما يتمخض عنه هذا المؤتمر غدا، لأنه الهوجة ضخمة جدا، الهوجة الإنسانية ضخمة في السودان، فكلنا ننظر ماذا سيخرج به المؤتمر. وشبكة دوش نيوز الأخبارية. الأوضاع الإنسانية معلومة في السودان، هل تتطرقتم مع السيد الرئيس المصري حول أوضاع السودانيين الآن؟ ونعلم بأن هناك إشكاليات واضحة الآن في معاناة ما بين في مزرعة الدخول لجمهورية مصر العربية، هل تطرق لقاءكم لهذا الموضوع الذي أصبح الآن يشغل الرأي العام، وكثير من الناس سيد النايب الآن موجودين من رعاياكم في الحدود المصرية أقصد العالقين؟ كان هذا الموضوع هو الموضوع الأساسي في النقاش، اللي هو موضوع العالقين في الحدود في الحدود المصرية. العالقين أول حاجة العدد كبير، وهو في ضغط على الدولة المصرية، وهنالك قضايا أمنية. نحن كلنا بنعلم في الفترة اللي فاتت أنه الباسبورت السوداني كان موجود هنا، يزول بما فيهم ممكن يوصفوا بأنهم مرعبين، فالدولة المصرية برضه بتخاف على مصالحها وعلى أمنها، فبيحصل عملية بتاع التحقق وتحقيق في المعابر للحفاظ على الأمن. لكن في نقاشنا مع السيد الرئيس وكل الـ relevant institutions بتاعت مصر في هذا، اتفقنا على تسهيل هذه الإجراءات، والسيد الرئيس وعد خير بأنه يتم تسهيل الإجراءات، ووجه كل الجهات الاختصاص في بذلك. وأنا سعيد جدا بأنه كان يعني سريع الاستجابة لهذا الطلب، وأتمنى أنه تزلل هذه الصعاب. هنالك عجزة، وفي ناس حتى في المعسكر قاعدين في إسعافات ويحتاجوا لعلاج عاجل، وفي طلبة يحتاجوا إلى وصول عاجل لأنه هنالك امتحانات في هذه الدولة خصوصا. فركزنا على الموضوع بتاع العالقين. شكرا جزيلا لك دكتور عزيز، موقع الرواية الأولى. في حديث ذيك إعلامية متكررات خاصة اليوم تحدثت عن الهدن
وقلت انها هدى بلا ارجل وغير مفيده ولم يكن لها اليات. هناك الان كثير من التحليلات ان تعلن الهدى حينما يكون هناك احساس بتقدم للقوات المسلحه كانما هناك جهه تريد انتصار القوات المسلحه وخلق واقع سياسي جديد، خاصه حديثك برضو عن الصقور وحديثك عن التدخل في السودان وهكذا، هذا تحليل. ما رايك ايضا لك حديث عارفين عن ان الحرب قد تحولت الان من تحدي عسكري بعد ان ضربت الكتله الصلبه للميليشيا المتمرده، وتحولت الان الى تحدي امني بوجود الميليشيا المتمرده في المستشفيات وفي بيوت الناس. هناك حديث عن لماذا لم تعلن حتى الان حاله التعبئه العامه والاستنفار، لانه هذا التحدي الامني يجب ان يشارك فيه كل الشعب وكل القادرين على حمل السلاح تحت قياده القوات المسلحه. لعدم إشعال الفتنة في السودان، وأنا برع بأنه هنالك نعم حرب، وهذه الحرب لها مآلاتها، لكن الحرب تقوم به القوات المسلحة السودانية، ولا أرى جدوى لاستنفار الشعب السوداني للدخول في الحرب لأنها تنتقل إلى حرب أهلية، والشعب السوداني محتاج للسلام ما محتاج للحرب. فنترك هذا الأمر الشأن للقوات المسلحة السودانية تحسيمها بالطريقة التكتيكية والاستراتيجية التي تستطيع أن تعمل بها ذلك، ونتمنى ونشتغل كلنا نعمل بأن السودان يكون في أمن، ونعمل لإنهاء الحرب في السودان. ده واجب كل السودانيين، سواء كانوا سياسيين، سواء كانوا عسكريين، سواء كانوا مدنيين، أي زول له يعني مهمة عاجلة في إنهاء الحرب في السودان. في هنالك خيارات كثيرة، لكن الخيار المطلوب حسي من كل السودانيين هو إنهاء الحرب وإعادة الدولة السودانية إلى السلام، ومحاولة بناء ما تدمر من السودان هو كثير. يعني أنا ما أعرف جيد من الخرطوم 200، لكن الخرطوم الذي تعرفه لم يكن نفس الخرطوم الذي تعرفه. الهدن بتنقصها الآليات. يعني انت بتعمل هدنة مثلا ما حصل في جدة دي المرة الخامسة، لكن الهدنة دي بتنغصها كيفية تنفس. انت بتتكلم عن انه اخلاء القوات المسلحة القوات الدعم السريع من المستشفيات ومن المساكن، الى اين؟ انت ما حددت الى اين وكيف، انت لم تحدد كيف تأمينه. انت لما انت حتى لما انت فانت لم تحدد هذه لنا ومناطق الهواء، اذا لم فانت بتلقى صعوبه في تنفيذ هذه الهدن. ونتمنى انه مستقبلا اذا كانت هنالك مبادره جاده وتقدر تاخذ في الاعتبار هذه الاعتبارات الأمنية، فالهدنة بتنجح. ما زلت تفسير أكثر لهذه المقولة.
الجامعة أن تفرض السلام في دارفور أو تفرض هيبة الدولة في دارفور، هل هي ضعيفة إلى هذا الحد؟ وأين حكم إقليم دارفور في هذه الأحداث الإعلامية في غرب دارفور؟ شكرا. ستي سؤالك مشحون كثيرا وليس سؤال، دي أسئلة، مجموعة من الأسئلة بحاول أجاوب عليها باختصار شديد جدا. أولا المبادرات، هل هي نحن السودانيين بيحترموا كل المبادرات، ونحن يعني شفنا كل هذه المبادرات واطلعنا على كل المبادرات، ورأينا كالآتي أنه أي مبادرة لا بد أن تحترم سيادة السودان وتحترم المؤسسات السودانية وتحترم الدولة السودانية. هذه القضية قضية سودانية، ومن يريد أن يعالجها لا بد أن يأخذ في الاعتبار آراء الشعب السوداني عبر القنوات بتاعته. طيب أي مبادرة لا تحترم سيادة الدولة السودانية وأي مبادرة لا تحترم المؤسسات السودانية الوطنية فهي مبادرة مرفوضة بالنسبة لنا. أي مبادرة تتحدث عن دخول قوات أجنبية داخل السودان فيعتبر هذه المبادرة مبادرة احتلالية للدولة السودانية وعدم احترام السيادة السودانية بدون تسمية هذه المبادرات. أنت صحفية، أمشي أبحثي عن أي مبادرة تتكلم عن أن التدخل العسكري في السودان. الشقة الثاني هي أسئلتك كثيرة، هي الهدنة. نحن برضو أنا جاوبت على هذا السؤال أنه نحن برضو بنحترم الهدن اللي حصلت في أكثر من 5 مرات هي بتنقصها آليات التنفيذ، وأنا ذكرت آليات التنفيذ وكيفية يتم ذلك. نحن في السودان عندنا رؤية في كيفية تنفيذ الهدنة اللي هي هو الآليات اللي بتتبع اللي هي الآليات الأمنية وآليات التأمين وتأمين المناطق، دي ما موجودة. إذا وجدت واتفق عليها الطرفان فستكون الهدنة فعالة وفاعلة. بالنسبة للحرب في دارفور، هو يعني حرب كارثية في دارفور. نفس الحرب الحاصل في الخرطوم هي أصعب منها الحرب الحاصل في دارفور، لأن الحرب الحاصل في دارفور لها فترة طويلة، يعني من 2003 إلى يومنا هذا هذه الحروبات في دارفور on and off، فهي تحصل مرات بتأخذ الطابع الإثني ومرات بتأخذ الطابع الأهلي، لكن هي حرب مستمرة لفترة طويلة. وعدد القتلى اليومي في دارفور أكثر بكثير من ما يحدث في الخرطوم. الخرطوم موجه عليه الإعلام، دارفور مقطوع من الإعلام. أما بالنسبة لقوات الحركات المسلحة، إذا الحركات المسلحة حاولت تدخل الحرب في أي من أطراف النزاع فهي هتكون حرب أهلية وحرب دمار وحرب قاتلة وحرب إبادة. فأنا يعني بحترم الوضع بتاع حركات الكفاح المسلح، وأنا بناشد كل الرفاق في الكفاح المسلح بأنه يعملوا لإنهاء الحرب وليس لإشعال الحرب، فده بديهي جدا وحاجة يعني بيكون في مصلحة السودان. وهل عندهم الخيارين، خيار لتدمير السودان بدخولهم للحروبات أو للحرب أو ما أي مجموعة أخرى سواء كانت مجموعة أهلية أو مجموعة إثنية، والخيار الثاني هو الحفاظ على الدولة السودانية بمآلاتها الشيء الكويس والبطال فيه. فأنا بحترم موقفهم وبحترم بالنسبة لحاكم دارفور، هو موجود في دارفور في الوقت الحالي وبيحاول بقدر الإمكان يحافظ على الأمن، لكن هنالك سيولة أمنية في كل السودان في كل المناطق بتاعة القتال في السودان، هو بيحاول بقدر ما يستطيع أنه يعني يساهم في عدم انتشار الحرب لمناطق أخرى. الدولة الكينية هي جزء من المبادرة الرباعية، جزء من مبادرة الإيجاد. هي كانت مبادرة ثلاثية، هي مكون من جيبوتي جنوب السودان وكينيا. الحكومة السودانية الدولة السودانية عندها بعض التحفظات من الدولة الكينية بأنها بتعتبر أنها هي غير محايدة. فإذا هنالك شخص أنت بتعتبره وأنت طرف في النزاع أنه غير محايد، بالطبيعي أنه لا تقبل الجلوس تحت قيادته.
طيب يا ريت يكون سؤال واحد عشان نقدر نوزع الفرص لانه الزمن ما شاء الله خدنا هنا. عايز اسال حضرتك اولا عن يعني استكمالا لنقطه المبادرات لحضرتك المبادرات الدوليه، طيب هل هناك بديل في الداخل السوداني لانهاء الازمه السودانيه والحرب في السودان؟ النقطه الثانيه، ما هو القول الفصل في لقاء السيد الفريق اول عبد الفتاح البرهان بحمدتي قائد قوات الدعم السريع؟ هل هناك امكانيه لذلك ام لا؟ النقطة الثالثة، إلى أي يعني سيقضي هذا اللقاء إذا تم؟ بالنسبة للمبادرات يفضل أنه تكون هنالك مبادرة واحدة لحل قضية السودان، وكثرة المبادرات بتعمق القضية السودانية وبيفتح باب على مصراعيه لتدخلات أخرى، وليست فقط أنها تحت ستار الإنساني، هنالك صقور على متحلق حول السودان تحت ستار القضية الإنسانية أنها تدخل للسودان. فنحن بنحذر واحد منا، وبرضه بنحترس من هذه الظاهرة. فنحن مع توحيد هذه المبادرات، وتكلمنا كثيرا ومرارا في أنه لا بد أن تكون هنالك مبادرة واحدة. القضية الثانية هي قضية لقاء الفريق أول البرهان مع الفريق هيمتي في اجتماع الإيجاد، كانوا هنالك مجموعة من المقترحات، فهذه المجموعة من المقترحات السودان أبدى تحفظاته لهذه المقترحات، واستعوضنا عنها بأنه لقاء الطرفين، لقاء الطرفين لمناقشة ثلاثة قضايا والاتفاق عليها مبدئيا. القضية الأولى هو قضية إيقاف الحرب، والقضية الثانية هي قضية الإنسانية العملية الإنسانية، والقضية الثالثة هي قضية العملية السياسية. إذا اتفقوا على الخطوط العريضة مبدئيا في هذه القضايا، وتترك لأتيام الجانبين للحوار عليها والوصول لاتفاق حولها. آخر سؤال عشان نطلب السيد النائب، تفضل أستاذ. هنا الشحة جريدة النهار المصرية، وعودة إلى المبادرات يعني ولقائكم مع الرئيس السيسي، كان هناك منذ أيام الرئيس السيسي طرح مبادرة مصرية قطرية، هل تم التعرض إليها؟ وهل هناك احتياج لديكم لدعم عسكري؟ هل طلبتم دعم عسكري للجيش السوداني؟ الجزء الآخر، ما هي استراتيجياتكم لإنهاء هذه الأزمة؟ يعني هل هناك سقف محدد وضعتموه لتحرك الجيش أو استراتيجية الجيش لإنهاء هذه الأزمة؟ لم نتطرق إلى أي مبادرة مصرية قطرية، مبادرة مصرية قطرية، لكن نرحب بمساهمة مصر في معالجة المشكلة السودانية، لأنه المشكلة السودانية في المقام الأول بتأثر السودان، ثانيا بتأثر للدولة المصرية، وهي أمامك هذه المعاناة اللي بيحصل هنا والعدد الكبير الذي يدخل هنا والمحددات الأمنية التي تصاحب ذلك. فنحن ما نتحدث، لكن نرحب بمساهمة مصر ونرحب بوجود الدولة المصرية في أي مبادرة هم عندهم المقدرة أنه يشاركوا فيها، ونرحب بهم لأنه هو دولة دي الدولة الأكثر تأثيرا في حرب في حرب السودان. بالنسبة للقتال ليس هنالك لا تستطيع أن تضع سقف للقتال، من السهل جدا أنك تبتدي القتال، لكن من الصعب أنك تدير القتال، ومن الصعب أنك تنهي القتال، لأن هنالك أوامر أخرى لا تراها تصهر في أثناء القتال إدارة القتال وفي أثناء إنهاء القتال. الطرف الثالث، الكلام السؤال الثالث، الدعم العسكري. إذا لم نعمل تعبئة كاملة للشعب السوداني فلا نسعى للدعم من أي شخص آخر كان صديقا. لقاء في الجامعة العربية غدا، هل في أفكار محددة أطلبه من خلالها دعم الجامعة العربية لها؟ نحن بنطلب دعم أي جهة معينة أو أي مؤسسة للسلام في السودان. لا، هتطرح شيء محدد في خلال زيارة حضرتك للجامعة العربية غدا؟
هل في طرح محدد؟ لا أطرح طرحي محدد، لكن عندنا خارطة الطريق السودانية اللي نحن بنعتبرها أن هي ممكن تعالج القضية السودانية، فهنطرح خارطة الطريق السودانية لحل القضية السودانية. شكرا جزيلا. بالنسبة لارتباط السيد النائب نحن ننهي المؤتمر. في زول واحد هنا قد يوا خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب فضل نور، وكالة السودان للأنباء وموقع مجلات البادية السودانية. سيد نائب الرئيس، مجلس السيادة حتى جولة في عدة دول أفريقية، ويتضح جليا أن الأزمة في السودان تفاقمت بشكل كبير. ما حدث في مدينة الجنينة وعملية التهجير الكبير التي واجهها السكان كانت عملية آخر في مسألة الجانب الإنساني، فإلى أي مدى هذه الجولة في الدول الأفريقية تستطيع أن نعتمد عليها في تقليل الحرب أو إيقافها وتقديم المساعدات الفعلية للسودان؟ سؤال آخر، هنالك اتهامات أن منبر جدة هذا لا يضيف للقضية السودانية غير هذه الهدن، والمعاناة في الخرطوم تتفاقم يوما بعد آخر، وهل تتوقعون دور مصري أكبر في هذه حل الأزمة في السودان؟ نحن نبحث عن حل المشكلة السودانية داخل السودان أولا، ونبحث عن أنها دول جوار السودان، ونبحث عنها في المحيط الإفريقي، ونبحث عنها في محيطات أخرى. لا نتوقع كثير من المجتمع الدولي في هذا، لكن نتوقع منهم إذا هنالك حسن نوايا أن يساهموا في القضية الإنسانية، ومساهمتهم في القضية الإنسانية في هذا الوقت بالذات فيه صعوبة لسيولة الموقف الأمني لإيصال هذه المساعدات للناس المحتاجين. بالنسبة لدارفور وبالذات في الجنينة، الوضع أنا ذكرته قبلك أنه وضع كارثي، والنزوح بأعداد كبيرة جدا إلى دولة شاد. هي دولة شاد ذاتها هي عندها شح في الإمكانيات، لكن هي برضو قادرة أن يعني تستوعب عدد السودانيين اللي داخلين عليهم. فهنالك حوجة لتوصيل المساعدات في دارفور. أنا تطرقت لهذا مع الجهات المعنية في مصر، بتاعت أنه هل إمكانية المساعدات الإنسانية عبر الدولة الشادية من مصر إلى عبر الدولة، فهم بيدرسوا في هذا الطلب، وإن شاء الله نلقى إجابة منهم، لأنه المطار الوحيد الموجود قريب هو مطار أبشي، لكن يحتاج إلى تنسيق مع الدولة الشادية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.